الحقائق المستقلة حول قمع الاحتجاجات في البحرين أكد أن السلطات الأمنية استعملت القوة المفرطة وغير المبررة التعذيب بشكل متعمد بحق معتقلين ما تسبب في حالات وفاة. وكما خلص التقرير إلى أن لا دليل على علاقة واضحة لإيران بالاحتجاجات أو على ضلوع القوات الخليجية التي أرسلت إلى البحرين، فأي تجاوزات تمس حقوق الإنسان. المئات من المسؤولين البحرينيين والدبلوماسيين الأجانب يتوافدون على القصر الملكي لحضور مؤتمر الإعلان عن تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي شكلت للتحقيق في الأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير ومارس الماضيين، تقرير انتظره الشارع البحريني منذ أشهر عديدة. تعرض الكثير من الموقوفين للتعذيب ولأشكال أخرى من الانتهاكات البدنية والنفسية داخل محبسهم. التقرير أكد استعمال السلطات الأمنية للقوة المفرطة وغير المبررة ضد المحتجين، كما تمت ممارسة تعذيب المعتقلين بشكل متعمد. العاهل البحريني قبل التقرير ووعد بالقيام بإصلاحات وبمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات. لم نشعر أبدا بوجود تدخلات من جانب السلطات البحرينية أثناء قيامنا بالتحقيق. لا نتحدث عن استعمال التعذيب بشكل منهجي، ولكن هناك حديث عن عدد معين من حالات التعذيب وسوء المعاملة التي يمكن اعتبارها كافية للقول بأن هناك غياب مراقبة للتعذيب. قبيل صدور التقرير شهدت بعض المدن ذات الأغلبية الشيعية عمليات احتجاجية شككت بمصداقية اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين. الملك في بداية الأمر نهى عن وجود أي انتهاكات وقال أن الحكومة ما عملت انتهاكات. الحين قبل ما يطلع التقرير بيومين الملك اعترف بوجود انتهاكات، الحكومة اعترفت بوجود التعذيب، فيعني أنه يقول لي بس يونيو الصاير، فالتقرير قبل ما يطلع كاذب. الاحتجاجات خلفت قتيلا والعديد من الجرحى، ما يعني أنه يتوجب على السلطات أن تتخذ إجراءات قوية من أجل استعادة ثقة الشارع.